السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم حيطة في برنامج الريفيت. فهستخدم الداينامو طبعا، مش نرسم حيطة عادية يعني، او هقول له نيو. طيب هبدأ اقول له ان انا عايز ارسم وول باي كيرف اهوت، يعني هدي له خط وهو يبدأ يرسم عليه. وول باي كيرف اند ليفل، يبقى انا كده محتاج ان انا اديله الخط والليفل بتاعي. طيب هقول له ان انا عندي لاين مثلا اهوت، لاين او ارك باي ستارت اند اند بوينت. يبقى انا كده محتاج ان انا اديله تو بوينت، بوينت باي كوردينيت، ومحتاج ان انا اديله الرقم بتاعي نمبر سايد اهو. دي النقطة الأولى. بص لما أقول له بقى النقطة التانية هيقول لي في مشكلة إن الاتنين نفس الأرقام، فأبدأ أغير يبدأ يرسم بالشكل دوت. هقول له إن ده الكيرف بتاعي. هل هيرسم؟ لا مش هيرسم. ليه؟ لأنه لسه ما خدش بقية المعلومات. محتاج إن أنا أديله الليفل اللي عندي، فهاجي وأقول له ليفل، ليفلز ده مثلا ليفل 1، وهقول له ليفل 2، يبقى ده الستارت ليفل بتاعي وده الاند ليفل. رسم؟ لا ما رسمش. ليه؟ لانه محتاج الول تايب، فهاجي اقول له وول تايب فهاجي هنا اقول له ان ده لحد ليفل 2، واختار هنا نوع الحائط بتاعي، فيبدأ يرسم لي الحائط. خلينا نيجي هنا، اهو اترسم اهوت. طيب هاجي هنا واغير، هتلاقيه بيكبر ويصغر معايا. يعني لو خليت ده مثلا 10,000 مثلا. طيب هاجي بعد كده واقول له ان انا عايز element geometry متري اهوت، واروح قايل له خد الهول ده هنا. وبعد كده عايز اخد المعلومة بقى موجودة اهو معايا، تمام، في قلب الدينامو. طيب عايز اديله معلومه معينه كده، فهقول له element set parameter، element set parameter او ممكن اختارها من هنا set بارامتر اهوت، واقول له خد الاليمنت دوت. وبعد كده بكتب له اسم البارامتر واكتب له القيمه اللي انا عايزها. اسم البارامتر اللي هو كومنتس، ده خلاه سترينج، واقول له كومنتس، تمام اهو. والفاليو اقول له انا عايز اديها مثلا 200 مثلا، والسي لازم تكون كابيتال. هتلاقي ان هو خد الكومنتس وحطه هنا. هقول له مثلا خلي ده 313، تمام اهو، هياخد الرقم ويحطه في الكومنتس اهو زي ما انت شايف.